الحمد لله النهائي كان رائع رائع يعني. بنتنا طبعا نور الشربيني دي اول مره تكسب بطوله بلاك بول، مره طلعت من اماندا برضو طلعت، ومره خسرت في الفاينل من هانيا حمامي، فكنا قلقانين جدا بصراحه يعني، كنت بشجعها بحرقه. الحمد لله كسبت، والفاينل كان رائع يليق بفاينل بلاك بول بي اس اي. التنظيم كان طبعا كان صعب جدا علينا، بس يعني قدرنا طبعا في ظروف الكورونا، ده ثالث بطوله نعملها في ظروف الكورونا، الحمد لله قدرنا نسيطر على الموضوع. عملنا نظام البابل ومفيش اي حد يطلع من البابل، مفيش غير لعيبه واحده طلعت ومشيت من البطوله. اللاعبات كلها التزمت، واحنا طبعا كنا ماشيين طبقا للتعليمات، وكان متابعنا وزير الشباب ووزاره الشباب كلها ووزاره الصحه. هو الحقيقه نور واماندا يرجعوا من 15 سنه بيلعبوا من الناشئين ضد بعض، ولما كانت اماندا بتيجي تتمرن هنا وكنا بنروح برضو نادي سموحه وبنلعب مع نور، وبعدين بطوله العالم والناشئين كانوا بيلعبوا ضد بعض، والحمد لله يعني كلهم في الاخر والاول هم اصحاب بره الملعب، وبعدين منافسين جوه الملعب، والاثنين بسم الله ما شاء الله عليهم يعني بيحترموا بعض، واللياقه البدنيه واللياقه والسبورتسمان شيب كلها كويسه الحمد لله. مبسوطه جدا طبعا، بطوله بلاك بول من اكبر واهم البطولات عندنا، وزي ما انت قلتي ان انا وصلت الفاينل كذا مره وخسرت، فكان نفسي ان انا اقدر احقق اللقب ده، فاكيد طبعا مبسوطه جدا ان انا كنت جاهزه للبطوله وقدرت ان انا اكسب المره دي.